انا عمري 24 سنه. لما جت لي البيريود من 10 سنين كانت بتجيلي وجع فظيع جدا جدا. زمايلي كلهم كانوا عادي جدا بالنسبه لهم، اي حد بياخد مسكن وبيعيش حياته. انا بالنسبه لي كان ممكن اخد حقن وما كانتش حاجه بتاثر معايا. يعني مثلا لو البيريود جت وانا نايمه بصحى من النوم، كنت اول ما بحس ان هي جايه بفضل اعيط، ما بعرفش انام تاني. ممكن يعني حاجة كانت تحصل لي كتير جدا، ان انا كنت بشوف شريط حياتي اصلا كأنه شريط فيلم كده. كنت بشوف فيه يعني حاجات حصلت لي وانا صغيرة كأنها محطوطة في فيلم كاميرا. كنت بحلم بالحلم ده بس ساعة البيريود. اول ما بدت البيريود تجيلها كانت آلام برضو باينة انها مش يعني مش طبيعية، مش زيها زي اي بنت ممكن تاخد مسكنة. الآلام كانت بتاخد من يومين وثلاثة واربعة، وابتدى النزيف يزيد والدم يزيد، وابتدى بتحصل لها تشنجات في البطن وآلام في الظهر مش عادية، وانحناء وهي ماشية. كان صعب جدا تباشر حياتها بصورة طبيعية زيها زي اي بنت. كان بيجيلي امساك على طول، وعلى طول كان عندي انيميا. بعد كده يعني في حاجة جديدة ظهرت، انه في وجع بقى يعني مختلف. الوجع القديم ده اللي هو في الحوض كان مستمر، وزاد عليه ان في وجع عند السرة كده، كأنه يعني ألم كده في عضلات البطن. ده كان لما البيريود بتخلص، ده كان بيفضل موجود ومفيش اي مسكن كان يعني بيخففه ابدا. اتشخصت جهاز هضمي، طبعا ما كانش جهاز هضمي. بعد كده كشفنا نسا، طلعت البطانه مهاجره واكياس على المبيض، وكانت عددها كترت، لان انا يعتبر اهملت المغص ده على انه عادي زي ما كنا زمان بنقول ده مغص دور عادي، مغص بيريود عادي. طبعا زاد كون اكياس عددها كتير جدا مصاحبه ليها بطانه مهاجره. دايما لما كانت بتجيلي البيريد ما كنتش بروح، يعني لو عندي امتحان مش بروح. كانت بتاثر على كل حاجه في حياتي. يعني مثلا لو في رحله او اي حاجه او اي خروجه، لو ميعاد البيريد كنت بلغيها على طول. انا بنصح كل ام بنتها تعبانه اول ما يجيلها البريود ما تقولش دي الام عاديه وماما كانت كده وتيتا كانت كده. الكلام ده ما ينفعش. اي الام فوق المعتاده لازم على طول تلجا للدكتور امراض نساء. وهي بنت ما فيش اي مشاكل، الكشف عادي جدا وسهل جدا، بيقدر الدكتور يشخصها على طول. لان لو طلعت بطانه مهاجره يبقى ليها اعراض سيئه جدا وبتزيد مع سن البنت لما يكبر، وبعد كده بيبقى علاجها صعب.